الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. قائمة وديع الجاري وحسن جنيح، مفزة بليل العيفة يتنحى الصباح ويرجع العشية. اش كنا حاه واش كنت تكلم عليه باش رجع؟ مفزة للبروي يتكلم عليه الخزري والسخيري، يا يقع يا يجي يا يمشي هوما. العيفة رجعوا له اسمه مساكن سعد بقير، أكبر ظلم في تاريخ كرة تونسية. ثلاثة مرات، ثلاثة مرة الديس الوحيد في تونس كامل يتنحى، تسعة ديفونسارات وسبعة بيفوات، وسعد بقير ما يمشيش. فضيحة، تون حوس ونروح بين العملية مشيو فهمني باسم درب، وتونس يلعب ثلاثة ماتشات ويروح. خسارة فيهم الجمهور هذاك، أقسم بالله خسارة فيهم. خمسة البروباغندا اللي عملوها على القائمة تاع المنتخب، صارت برشا حديث وكل شيء، وعلى حسب ما فهمت الجمعية كلها تخدم في مصالحها. دونك توا اللي صار صار، يركزوا الاولاد في الثلاثة ماتشات نتاعهم، وان شاء الله جاي خير، وان شاء الله نعملوا ريزلتا باهي. وكاو ما احنا ديما عندنا الحمد لله، عندنا ديما الزهر، وعندنا سيدي سيدي حسين وسيدي بالحسن وكل شيء، وبيحاولوه لاباس. هو قال يا الخاوي ولا بقير ولا بالعربي ثلاثة قوش نحاهم الثلاثة، وظاهر اللي فما برشا ضغوطات وجل الجريء هو اللي حط تشكيلة وبرشا ظلم حاصل. جلال قادري عنده ما يقول في روحه، واحنا اعطيناه فرصة، معناها احنا متوسمين فيه الخير. ثم 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 نجم نتعديو ديزيام تور، قدرة ربي، واحنا وليدات برك الله عليهم، قدرة ربي نجم نتعديو ديزيام تور. الجمهور بطبيعته واقف، وعنا الجالية التونسية بخطر ما غير ما نحكيه، وهذا مش كون حمرة وبيضة غادي، قدرة ربي ان شاء الله زين. بالنسبة ثم جوريات وتحسها مظلومة، معناتها ناسيونال ما عيطهاش كما تقير كما برشا جوريات، معناتها ناسيونال. وبالنسبة للكرة في تونس بصفة عامة، هاك تشوف بطولتها متأخرة برشا، جوريات مش حاضرة فيزيكمون، معناش معناتها حتى كيبيات حاضرة باش نحضروا جوريات المنتخب، معناتها الإمكانيات اللي عندنا. وبالنسبة للكرة في تونس معناتها مادام فيها وديع جارية غير ما نوصل، ما نقولكش باش نلعب له حاجة كبيرة ياسر، أما باش نوريه الكرة شوية وكاهو، باش نوصلوا حاجة معينة وإن شاء الله زينة وكاهو. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.